المجد لله. كل واحد منكم بجسمه في خلايا تتجدد كل 3 اجماع وكل 120 نهار حوالي هالقد، حتى جلدكم كل جمعه بيتجدد. انتم ماكم خبر لو ما هالخلايا بتتجدد بجسمكم انتم بتموتوا موت حقيقي لجسد، ولكن علامة موت هالخلايا هي علامة الحياة والتجدد. يعني حبيبي الموت هو حامل قوة الحياة. هيدا اللي الله خلقه، هيك الله خلق الجسد، هيك الله خلق الطبيعة. من شو عم تخاف؟ أكثر من هيك رح نحكي. معكم خبر إنه أنتو كل اللي بتاكلوه ميت مش عايش؟ معكم خبر؟ ما بتاكلوا شيء عايش. الشجرة، الحيوانات، الفواكه تنقطف عن أمها، بتموت عن أمها تتاكلها، بتموت هي تتعيش أنت، بتموت شقفة اللحمة تتعيش أنت، تاكل كل شيء نباتات عن الأرض تقطفها عن أمها تتعيش أنت. كل اللي بتاكل ميت. صار المسيح اليوم هو اللي مات على الصليب، هو اللي قبل يموت تيقول لك خد كل هيدا جسدي، خد اشرب هيدا دمي، سقيت دماته تيقول لك انا متت حتى انت يكون لك الحياه. ما تخافوا لكن من هلا وبالرايح على الانسان يلي بيموت عن ملذات الدنيا، يلي بيموت عن حقده، يلي بيموت عن كرهه، يلي بيموت عن كبريائه، عن ملذات الدنيا، يلي بيموت عن حركات الجسد، يلي بيموت عن الفساد، يلي بيموت عن حب المال والسلطة، هيدا إنسان عايش بالمسيح وهيدا ما بيموت.